بعث في الواقع برسالة ومن أو برفق رسالته نسختين من كتيبين صغيرين، المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، تأليف عبده محمد بابا، والآخر المجموعة المباركة في الصلوات والأدعية المأثورة والأعمال المبرورة بقلم الأستاذ محمد صادق قمحاوي. يسأل عن هذين الكتيبين وعن مدى صحة ما اشتمل عليه من الأدعية والأحاديث، وهما كما يقول متداولان بين أيدي الناس في بلدهم. هذان الكتابان كلاهما باطل، نعم، لا يجوز العمل به وقراءته لما يشتملان عليه من الأدعية والصلوات المبتدعة، كتخصيص كل ليلة من ليالي الأسبوع بصلاة خاصة وأدعية خاصة ليس عليهما دليل من الكتاب والسنة، وكذلك لما يشتملان عليه من ألفاظ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من غلو وإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، ولما يشتملان عليه من التوسلات البدعية أو الشركية والأحزاب المنسوبة لبعض المبتدعين، يشتملان على أحزاب منسوبة لبعض المبتدعة كأحمد البدوي وغيره، وكذلك يشتملان على توسلات منقولة من دلائل الخيرات، وهو كتاب مشهور بأنه كتاب خرافة وكتاب بدعة، وهي توسلات بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوسل بالأولياء، وكل هذا مما يوقع الغلو بالمخلوقين ويسبب عبادتهم من دون الله عز وجل. وبالجملة فهذان الكتابان يجب الابتعاد عنهما والتحذير منهما وبيان فسادهما حتى لا يغتر بهما الجهال، ويجب على ولاة الأمور من المسلمين مصادرتهما وإتلافهما. ومثل هذين الكتابين كتاب كثر تداوله اليوم بأيدي الناس وانتشر في المكتبات، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمحمد عبد الجواد، وهو كتاب خرافي يشتمل على أدعية وأذكار مبتدعة صوفية وأوراد لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ثم عنوانه فيه جراءة على الله عز وجل حيث سماه الدعاء المستجاب. ومن الذي أدراه أن هذا دعاء مستجاب؟ وما دليله على ذلك؟ إلا أنه يريد جلب العوام وإغراءهم بهذا الكتاب المبتدع. وأنا أحيل القارئ أو المستمع على كتب موثوقة في الأذكار والأدعية ألفها أئمة من أئمة أهل السنة الموثوقين. أولا كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، ثانيا كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثالثا كتاب الأذكار للإمام النووي. هذه الكتب ليس فيها شيء من الأذكار البدعية، وهي تشتمل على الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وفيها غنى عن كتب المخرفين والمهرجين، والحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء.